اللي عطينا الفلوس واللي خارج المغاربه وراء هذا الشراء كثير بزاف. انا بعدا راه بغيت وليت كنتخلع تخلع من هذا الواقع الذي كاين. وانا بغيت نعرف واحد القضيه، من هو هذا العالم الكبير اللي سرب على 10 النقاط؟ اعطوني هذا العالم. هذا عالم عنده درجه الدكتوراه في علم التواصل، 10 النقاط فرقهم كاملين. والله الا عالم، انت اللي عالم في الحقيقه. اما واحد الوكاله كاع رسميه اللي كنخلصوها من والد دافع الضرائب، هذه جات العجب العجاب، ينطبق عليه المثل المغربي كاين اللي نتسنى وبركتو دخل الجامع بلغتو. حنا بينما نحانوها او ننتظروا منها ترجم لنا الواقع اللي كاين في المغرب وتنقلوا لنا، خرج الدافع على رئيس الحكومه وكان وكاله ناطقه باسم رئيس الحكومه. السي محمد انت راه وكاله رسميه، هذه القضيه هذه ايضا يجب ان لا تمر مرور الكرام، لان هذه وكاله رسميه يجب ان تلتزم الحياد وان تكون مع جميع المغاربه وليست مع رئيس الحكومه. حتى نحن زاد المغاربه ما خرجنا بمواقع التواصل الاجتماعي ما هو بالشبع، شبعانين كل شيء عندنا، زعما ما كاين ازمه، ما كاين غلاء، ما كاين اسعار، ما كاين محروقات مرتفعه، ما كاين الويلك حل، زعما خرجنا غير بغينا نرقصوا من عدل رئيس الحكومه ومن نزاهته ومن كفاءته. الله يهديكم اسيدي، راه كاينه الازمه واعترفوا معنا، والا انتم ماشي مغاربه وعندكم مداخل كثيره وما حاسين بهذا الشيء اللي حاسين به هاد الفقراء وهاد الناس.